أبو سهل من القصيم. نعم معنا من القصيم، تفضل يا أبو سهل. يا أبوي أنا السلام عليكم. معي شهادة ابتدائي، والتوظيف عندنا صعب شوي، لازم شهادة كفاءة أو ثانوي، ودفعت 5000 على إني حصلت على وظيفة حارس مدرسة، وأسأل وش أصلح، وش أصلح علي شيء فيها، ما علي شيء وش أصلح. شكرا. نعم، يقول بأنه دفع 5000 ريال لشخص لكي يوظفه لأن ما معه إلا شهادة الابتدائية، هل هذا صحيح؟ هذا حرام ولا يجوز، هذا رشوة. إذا دفعت للمسؤول مبلغا من المال من أجل أن يوظفك أو يعينك على وظيفة أو على عمل فهذه رشوة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، علاوة على أنك تقول إنه وظفك في وظيفة أرفع من مستواك ومن شهادتك، فهذا أيضا مع إثم الرشوة هذا تزوير، ولا يجوز هذا العمل. نعم.